دكتور هناك بعض الروايات فيها من المفردات كمفردة يعني وردت في القرآن الكريم، يعني أنا أفهم هذه المفردة على ما هو عليه، على ما هي دلالتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لا أريد أن أحرق المراحل، يعني أقول لك مثلا في البخاري وفي مسلم كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم ويباشر وهو صائم، ما كلمة يقبل معروفة وكلمة يباشر معروفة وكلمة صائم معروفة. في مشكلة دكتور، في مشكلة. نحن نعم نقول قواميس اللغة ليست حجة على كتاب الله، على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. قاموس اللغة الذي هو المرجع الأول لنا هو كتاب الله تعالى ذاته. نعود دكتور إلى الجذر اللغوي الذي تفرعت منه الكلمة القرآنية، ونأخذ مجمل الكلمات التي تفرعت من هذا الجذر اللغوي، احنا هكذا نبحث ونقوم بفهم دلالات كل هذه الكلمات، ونستشف من هذه الدلالات الدلالة تحمل هذه الكلمة التي نحن بصدد دراستها، يعني نتبع منهجا قرآنيا أيضا في ذلك. نعم هذا صحيح، وهذه الدراسة هي حجة على قاموس اللغة صحيح، لكن هذا لا يعني أن نرمي قواميس اللغة. نحن ندرس في قواميس اللغة لكن لا نعتبرها حجة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا قلنا أيضا في قواعد اللغة العربية، القواعد اللي وضعها السابقون جميلة لكنها لم تحط بكتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله تعالى يحمل من القواعد ما هو أكبر مما تم تأطيره في هذا المجال، في مجال اللغة. لكن نحن نقول لهم عودوا إلى كتاب الله تعالى، ابحثوا فيه لغة، ابحثوا فيه تفسيرا، ابحثوا فيه تدبرا، فعلوا عقولكم فيه في كل مناحي الحياة، ابحثوا فيه حتى في القضايا الكونية. كم آية عندنا يا دكتور تتحدث عن خلق الأرض وعن خلق الكون وعن وعن وعن.